الحمد لله احنا اليوم عبرنا 30% من العمل. الان احنا بصدد حفر حول المناره من اربع جهات. حفرنا من الجهه الغربيه 12 متر نزلنا، والان العمل مثل ما شوف جنابك من الجهه الشرقيه ايضا راح يستمر لغرض الوصول الى ماهيه القاعده امام المناره لغرض اعاده اعمارها وبنائها من جديد. نعم. الان يعني التركيز وين يكون؟ التركيز الان حاليا على المناره بانتظار وصول الفريق المصري بالتعاون مع الفريق التجاري من مدينه الموصل حصرا لغرض وضع خطط للعمل لبناء جامع المسجد النوري اي بيت الصلاه. طبعا ايش بقى من هاي المكان هذا؟ شنو اللي بقى من هذا المكان؟ هذا من اثر التفجير مال عصابات داعش، بقى جزء يسير من الجامع. دائره اثر نينوى وقامت بعزل الحجر التاريخي عن الحجر المستحدث، ورقمت الحجر وصنفت الحجر، وكذلك الأعمدة والنقوش والتيجان مال الأعمدة، وكل عملنا جاهز إن شاء الله بانتظار وصول الفريق المصري الذي صمم التصميم الجديد للجامع، وبدأ العمل إن شاء الله نهاية التاسع. وقت يوصل؟ نهاية التاسع أو بداية العاشر إن شاء الله. بس أكرر عليك أنه بالتعاون مع فريق استشاري من مدينة الموصل. نعم. الى ما يوصل من الشهرين عملكم مستمر بغير؟ انا مستمر بالمناره. احنا 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 العمل مالنا ما يعني ما توقف الا بس وقت ايام كورونا، وتوقف شيء بسيط، لكن احنا مستمرين بالعمل. الان كملنا كل شيء، حتى قمنا بحفر نقاط بالجامع مثل ما شوفوا جنابك، سبع نقاط لغرض معرفه نوع التربه اللي مقام عليها الجامع، وكذلك مستوى المياه تحت الجامع. وكذلك منظمه اليونسكو جابت لنا فريق مختص بالزلازل، وايضا قام بحفر 30 متر تحت الجامع.